شوربة الحريرة بقى عبارة عن ايه؟ انا مغيرة في الوصفة كذا حاجة علشان تبقى اخف وتبقى سعراتها الحرارية اقل وصحية اكتر. مكوناتها بسيطة، بصوا احنا معانا ربع كيلو لحمة متقطعة صغير كده، بيسموها لحمة عصافيري، بتبقى متقطعة بالحجم ده، اي قطعية لحمة تحبيها او فضل عندك. معايا كمان بصل مفروم، كرفس مفروم، ثوم مفروم، عصير طماطم فريش، معايا كمان كوباية حمص منقوع، ويا سلام لو انتي مسوياه في البيت ومقشراه يبقى هايل، مش متقشر او علب مفيش مشكلة. معايا كمان عدس بني، ومعايا كوباية شعرية ودي اختياري، معايا كمان صلصة طماطم، بقدونس مفروم، معايا كمان كزبرة مفرومة، معايا قرفة باودر، جنزبيل باودر، كركم باودر، ملح وفلفل، معلقتين زيت زيتون، وإضافة عشان نظبط سمك الخليط أو سمك الشوربة هيبقى معايا معلقتين دقيق حبوب كاملة وتلات أرباع كوباية مية. تعالوا بصوا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة لما بيبقى معايا لحمة عايزة أدخلها في شوربة أو أي نوع بروتين عايزة أدخله في شوربة، أنا محتاجة أديله لون حلو أكرمله علشان أطمن إنه المسام بتاعته تقفل فما يطلعش العصارة اللي فيه، ويبقى يعني عشان الشوربة بتاخد وقت شوية في سواها فيبقى عامل زي كاوتش. فأنا لو حد فوت الخطوة بتاعة إن أنا أشوح اللحمة في الأول هيفرق جدا في طعم الشوربة. في خطوات كده ساعات أقول لكم إيه دي ينفع تفوتوها، ينفع تعملوا خطوتين في خطوة، بس في خطوات بتفرق جدا جدا في الطعم النهائي والقوام النهائي بتاع الأكلة. بصوا هنزل باللحمة، دايما وانتوا بتحطوا زيت الزيتون تبقوا ايه مركزين في الكمية، عايزين تحطوا فلفل اسود مجروش اوكي، عايزين تحطوا فلفل اسود ناعم اوكي، انا بحب المجروش. طيب بس انا مثلا بحب المجروش بس لما اجي اعملها في البيت الولاد هياكلوا، ده لو جه مع الولاد تحت درسهم ولا حاجة هيتضايقهم، فبستعمل فلفل باودر اللي هو العادي بتاعنا بتاع الترابيزه ده. فعلى حسب مين اللي هياكل وامتى وبتحبوا ايه وكده في حاجات ممكن تغيروا فيها براحتكم جدا. خلاص طيب هدي اللحمه دي تشويحه حلوه، وايه مش هقلبها بقى هسيبها كده خلاص، انا بس ببعدها عن بعض وبعدين هبتدي انزل ببقيه المكونات. طب على ما انزل ببقيه المكونات انا معايا هنا الميه والدقيق، ممكن اديهم تقريبا مع بعض. عشان ايه؟ دول اللي هيمسكوا القوام بتاع الشوربه بتاعتي. وجبه كامله انتوا مش محتاجين تعملوا جنبها صنف تاني، يا دوبك هو طبق سلطه مثلا جنبها حتى لو سلطه بلدي بسيطه، ومش هتبقوا محتاجين تعملوا اي اضافات. بصوا بقى اللون الحلو القوي ده بقى بتاع اللحمه جاهز ان احنا نضيف عليه الخضار بتاعنا اللي هو ايه البصل والثوم والبهارات بتاعتي. بس اقول لكم القرفه والجنزبيل مع بعض في الشوربه بيدوا احساس بالشبع مش هتتخيلوه غير لما تجربوه بجد، يعني هتحسوا انتوا كده اكلتوا حاجه تقيله ودسمه وشتويه، وعارفين الشربات اللي بتدفينا دي من غير كميه الدهون اللي مبالغ فيها اللي ايه ملهاش لازمه. مهم ان انا البهارات بتاعتي بقى اشوحها حلو. ليه؟ البهارات من الحاجات اللي كل ما تتشوح طول ما هي على نار هاديه طول ما طعمها بيطلع وريحتها بتطلع احلى. البهارات لو استخدمناها على البارد، عملوا مره كده زي تجربه واستخدموا نفس الوصفه البهارات على البارد والبهارات اخدت تحميصه كده قبل ما يضاف لها سوائل، عايزه اقول لكم البهارات لما بتتحمص قبل اضافه السوائل بتطلع طعم حلو جدا جدا للوصفه. بصوا بقى اهو دلوقتي هنزل ايه بالصلصه بالعصير الطماطم وايه الصلصه
اخد معلقه اظبط اللون، وبعدين اخد شويه ميه كده، والبقول بتاعتي معايا معايا عدس وحمص. طيب الخطوه دي بقى هسيبها تستوي على الاقل ساعه، هغطي عليها كده واسيبها على نار هاديه، مفيش مشكله يعني 40 دقيقه ممكن تبقى ابتدت تدخل في السوا. انا بقى معايا حله تانيه جاهزه مستويه الساعه دي، وفاضل نكمل باقي الخطوات. تعالوا بصوا اهو شكلها. طيب وهي سخنه بتغلي كده هبتدي اضيف، اضيف ايه؟ هضيف الشعريه. عايزين تحمروها في الاول تقدروا، على فكره طريقه ظريفه جدا بسعرات حراريه اقل كتير جدا في تحمير او ان احنا نغير كده لون الشعريه هي ولسان العصفور والحاجات دي، ان احنا نحطها في القلايه الهوائيه، واللي ما عندوش قلايه من غير حاجه خالص، واللي ما عندوش قلايه هوائيه يقدر يستغنى عنها بصينيه في الفرن وتسيبوها 10 دقائق، هتاخد لون ذهبي يجنن ومش هتبقوا احتاجتوا تضيفوا اي دهون ليها. طيب الشعريه بقى من الحاجات اللي بتستوي في في وقت قليل جدا. هضيف هنا الميه بالدقيق تظبط القوام، نضيف هنا كمان شوية مية دافيين عشان حصة السوائل فيها قليلة. طيب بعدين ايه بقى اخر خطوة خالص؟ احنا المفروض لو احنا في البيت هنسيب دي كده تتقلب لمدة مثلا من 7 لـ10 دقايق، اطمن ان الشعرية بتاعتي استوت، وبعدين اخر حاجة هضيفها خالص هي الخضرة بتاعتي، البقدونس والكزبرة. يعني بس نظبط الملح بتاعها عشان ما ظبطناهوش في الاول. طب ليه بضيفه في الاخر خالص؟ علشان مش عايزه لونه يسود لما اجي اقدمه. فانتوا لو هتعملوا مثلا الشوربه دي في البيت عايزين تجهزوها ساعتين ثلاثه قبل ما الولاد يرجعوا من المدرسه او قبل ما تقدموا الغدا، جهزوها بدون اضافه الخضره. الخضره بصوا هي كميه كبيره، احنا هنا بنضيف كوبايه وربع تقريبا وكوبايه وربع، فالكميه كبيره، بس هنضيف دي قبل التقديم على طول خلاص. وكمية السائل بتاع الشوربة تقدروا تغيروا فيه براحتكم.